اهلا اصدقائي، كيف؟ ما تنسوا تنشروا الهاشتاج اصدقائي كيف لكل حدا. اليوم فيديو تبعنا عن سلايم. قبل فترة سألتكم ايش ممكن نعمل بهذا السلايم، فوجدتها هذا السلايم الفلفي. قررت اعمله سلايم الجليد، ايسبرغ سلايم. اذا بتعرفوه اعملوا لي لايك للفيديو وشوفوا اذا زبط معنا ولا لا. قبل ما نبلش ما تنسوا تشتركوا بقناتي الثانية ماما سيما، رح اترك لكم الرابط تاعها تحت، وكمان اخر الفيديو في دوائر عشان تشتركوا بسرعة لإي كيف وماما سيما. يلا نبلش. يي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 
احنا كثير عملنا سلايمات عملاقة، بس إذا بدكم كمان اكتبوا لي، يمكن نعمل على قناة ماما سيما أو على إيكيف، ما بعرف. هذا السلايم صار له زمان تقريباً 4 أشهر، بس أنا كنت مسكرته وبنلعب فيه وبنرجع. عشان أضبطه رح أحط عليه شوية غرة وشوية رغوة حلاقة. بالآيس بريك تايم أهم شيء رغوة الحلاقة، لأنه هي المادة اللي رح تطلع لفوق تتكون آيس بريك. وبتقدر تحط أي منشط بدكم إياه، أنا رح أحط سائل الغسيل، بس بتقدر تحطه كمان بوركس. وتذكروا السر فيه رغوة الحلاقة. بعدين رح نتركه مش مغطى عشان ينشف تقريباً 2 أسبوع. من عبل ما ينشف السلايم ويتكون الجليد فوقه، خلينا نشترك بالقناتين ماما سيما وإيكيف وتحطوا لايك للفيديو. يلا يلا يلا، رح أترك لكم إياهم تحت. وهلأ بعد ما تركناه 2 أسبوع، صراحة كان لازم نتركه بس 3 لـ4 أيام، بس أنا كنت أضلني أحس لسه مش خالص، بده كمان. بس طلع ناشف، شوفوا كيف طلع. واو، كتير طلع ناشف، بس ظابط شوي، يعني ما عمل هيك قرمشة وإشياء، بس ظابط. وظل السلايم تحته، تخيلوا 2 أسبوع قعد السلايم هيك وظله تحته. ياي كتير حلو. وهاي السلايم الجليدي عملنا لكم اياه ايسبرغ سلايم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوا تشتركوا بالقناتين ماما سيما وايكيف، بس اضغطوا على الدوائر وتنشروا الهاشتاج اصدقاء ايكيف. بنحبكم كتير كتير. Bye!